السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط. اليوم عندنا المحاضرة الرابعة من الفصل الخامس. الموضوعنا اليوم متوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف. راح ناخذ واحد واحد نعرف شنو تعريفه وشنو خواصه. نجي على أول واحد اللي هو متوازي الأضلاع. شنو متوازي الأضلاع؟ متوازي الأضلاع هو شكل رباعي. يعني شنو شكل رباعي؟ يعني بيه أربعة أضلاع. زين، يعني فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان. يعني هذا الضلع يقابل هذا الضلع، شبيهم متوازين. هذا الضلع يقابل هذا الضلع، شبيهم متوازين. نجي على خصائص متوازي الأضلاع. أول خاصية شي يقول لي كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع يتطابقان. يعني هذا الضلع ويا هذا الضلع هذن المتوازين شي يكون متطابقين. يعني إذا هذا قياسه 5 هذا قياسه 5 سنتيمتر، هذا قياسه 10 سنتيمتر هذا قياسه 10 سنتيمتر. ونفس الشي بالنسبة للضلع AB وD C، دائما تكون قياساتهم شبيهة، تكون قياساتهم مساوية. إذا هذا 3 سنتيمتر هذا 3، إذا هذا 50 سنتيمتر هذا 50 سنتيمتر. الملاحظة الثانية شو تقول لي؟ الخاصية الثانية كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متساويتان. انتبه، كل زاويتين متقابلتين يعني زاوية A منو تقابلها؟ زاوية C. يعني زاوية A تساوي لي زاوية C، وبعد زاوية B تساوي لي زاوية D. زين، عيني هسه الخاصية الثالثة يقول كل زاويتين متتاليتين في مستوى الأضلاع تتكاملان. يعني شنو؟ يعني كل زاوية ويا الزاوية اللي وراها. احنا عرفنا شنو الزوايا المتكاملة. الزوايا المتكاملة يعني مجموعة 180. يعني إذا أجمع الـ A زائد B تالية يعني تجي وراها. A زائد B يعطيني 180، و B زائد C يعطيني 180، و C زائد D يعطيني 180، و D زائد A هم يعطيني 180. هاي على الزوايا. زين، عيني الخاصية الرابعة يقول لي قطران متوازي الأضلاع يتناصفان. هذن الأقطار مثل ما تعرفون شبيهن الأقطار يتناصفان. يعني شنو يتناصفان؟ يعني كل قطر يقسم القطر الثاني بالنص. يعني AE يساوي لي EC والDE يساوي لي الEB. زين، عيني الخاصية الخامسة يقول المثلثان DCB وDAB متطابقان. هذا المثلث DCB، هذا المثلث ويا هذا المثلث الفوق شبيهم متطابقين. والمثلث ADC ADC وهذا المثلث ويا هذا المثلث شبيهم متطابقين. بعد يا مثلث عندي متطابق، هذا المثلث متطابق ويا هذا المثلث، وهذا المثلث متطابق ويا هذا المثلث. سنأخذ مثال على متوازي الأضلاع وأعرف شلون راح استعمل الخصائص بحل الأمثلة. نعطيني مثال استعمل خصائص متوازي الأضلاع لإيجاد قياسات زاوية C وزاوية D بالدرجات. هذا المطلب الأول. وطول كل من الضلع AB والضلع DC بالسنتيمتر. طالب مني مطلبين، أول شيء يريد مني زاوية D وزاوية C، ثاني شيء يريد مني طول الضلع AB طول الضلع DC. هذا الرسم مالتي اللي نعطيني إياه، هو نعطيني هاي قياسات الزوايا. زين، عيني نعطيني هاي الأضلاع. أنا أخذت بخصائص المتوازي أضلاع كل زاويتين متتاليتين شبيهم مجموعهم مش قد يكون؟ مجموعهم 180. إذا قياس زاوية C زائد قياس زاوية D شقد مجموعهم؟ مجموعهم 180. يعني أقدر أقول له 2X زائد 5 زائد 4X ناقص 35 شقد الناتج يساوي لي؟ يساوي لي 180. فراح أجمع 2X زائد 5 زائد 4X ناقص 35 يساويني 180. صارت عندي معادلة عادية من الدرجة الأولى. أخلي المتغيرات بطرف والأرقام بطرف. 2X زائد 4X، الخمسة راح تنتقل تصير سالبة، والخمسة والثلاثة راح تنتقل تصير موجبة. 2X زائد 4X يساوي 180 زائد 35 ناقص 5. نراعي من ننقل من طرف الطرف، نراعي التغير بالإشارات. 2X زائد 4X شقد الناتج؟ 6X. 180 زائد 35 215 215 ناقص 5
210 6 اكس يساوي 210 اقسم على معامل المجهول 210 على 6 اذا اكس يساوي 35 درجه. عايز اطلع الزوايا راح اعوض زاويه سي اعوض مكان اكس ايش قد احطان طلعت قيمتها 35 راح اقول له 2 في 35 زائد 5 2 في 35 70 زائد 5 75 درجه. زاويه دي 4 اكس ناقص 35 راح اضرب 4 على الاكس طلعتها 35 ناقص 35 يساوي لي 105 درجه. طبعا اكو طريقه ثانيه حتى اطلع زاويه دي لان انا اعرف مو زوايا متتاليه مجموعهم 180 اعوض بمكان السي قد طلعتها 75 راح اقول له 75 زائد قياس زاويه دي يساوي 180 انقل 75 ذاك الطرف هم تطلع لي نفس الناتج 105. اي طريقه تستعملها هي صحيحه. هسه اجي اطلع اطوال الاضلاع. أنا أعرف هذني أضلاع شبيهة متوازية، الأضلاع المتوازية شبيهة تتطابق، إذا 5 واي زائد 2 يساوي لي 8 واي ناقص 16 فراح أقول له أي بي يساوي لي دي سي من خواص متوازي الأضلاع. إذا هذا 8 واي ناقص 16 يساوي لي 5 واي زائد 2 هم صارت لي معادلة من الدرجة الأولى المجاهيل بطرف والأعداد بطرف. راح أنقل 5 واي إشارتها شرح تصير سالبة 8 واي ناقص 5 واي يساوي لي 2 سالب 16 تنتقل شو تصير موجب 16 8 ناقص 8 واي ناقص 5 واي 3 واي يساوي 18 أقسم على 3 يطلع لي الواي تساوي 6. هسه بطلع أطوال الأضلاع راح أقول أي بي يساوي 5 الواي قد طلعتها طلعتها 6 أحط بمكانها 6 5 في 6 زائد 2 يساوي 32 ودي سي نفس الشيء 8 في 6 ناقص 16 ويساوي 32 مو شرط تطلعون دي سي. ليش؟ لأن أنا أعرف أي بي يساوي لي دي سي يعني مجرد طلعت طول الضلع أي بي راح أقول له قبل أي بي يساوي دي سي ويساوي 32 سنتيمتر ممكن تطلعها هيك ممكن قبل تقول له هما مساوين. هسه عندي الشكل الثاني اللي راح أدرسه وأعرف خصائصه هو المعين. المعين هو متوازي أضلاع أضلاعه الأربعة متساوية وليست أي من زواياه قوائم. انتبه على عبارة ليست أي من زواياه قوائم. هذا المعين. المعين بشكل شوية يشبه المربع بس شنو فرق المعين عن المربع؟ المربع كل زوايا قوائم بس المعين شنو؟ المعين زوايا تكون ليست قوائم هاي الزوايا تكون مقائمة. زين عيني أضلاع مساوية دائما وهذا ارتفاع المعين. زين عيني خصائص المعين قطرا المعين متعامدين يعني شوفوا هذا القطر جاي عمودي على هذا القطر هاي أول خاصية. يقول كل قطر ينصف الزاويتين عند طرفيه يعني شوفوا هذا القطر دي ينصف هاي الزاوية يقسمها بالنص دي يقسم هاي الزاوية بالنص وهذا القطر دي يقسم هاي الزاوية بالنص دي يقسم هاي الزاوية بالنص. شنو نطلع مساحة المعين؟ مساحة المعين المنتظم تساوي لطول الضلع في الارتفاع يعني يعطيني مثلا هذا طول الضلع 5 والارتفاع 4 مجرد أضرب 5 في 4 يطلع لي شنو؟ يطلع لي المساحة يعني المساحة إذا أكتبها بالإنجليزي A تساوي ال H هو رمز الارتفاع في L اللي هو طول الضلع. أو عندي قانون ثاني لمساحة المعين اللي هو شنو هو نص في حاصل ضرب طول قطري يعني أضرب نص في هذا هذا في هذا. زين عيني محيط المعين شلون اطلعه 4 في طول الضلع. زين عيني نفس قانون مساحه عفوا محيط المربع مو تقول طول الضلع في 4 نفس القانون هذا طول الضلع في 4 4 في ال. نعطيني مثال يقول لي استعمل خصائص المعين لتجد طول الضلع بي سي ومحيط المعين. زين عيني نعطيني هذا الشكل قايل لي طلع طول الضلع بعدين جد محيط المعين. اجي أنا عرفت المعين شبيهة أضلاعها أضلاع كلها مساوية صح لو غلط يعني أقدر أقول له أي بي يساوي له أي دي من خصائص المعين. إذن راح أقول له 5 إكس ناقص 17 إيش قد يساوي؟ يساوي 3 إكس زائد 7. زين عيني معادلة من الدرجة الأولى أحلها المتغيرات تروح بطرف والأرقام تروح بطرف يعني 3 إكس راح تجي خطارية من 5 إكس
والسبعة والسبعتاش راح تجي خطارية من السبعة، راح يصير خمسة إكس ناقص ثلاثة إكس يساوي سبعة، جتها خطار سالب سبعتاش صارت موجب سبعتاش، خمسة ناقص ثلاثة اثنين إكس، سبعة زائد سبعتاش 24، أقسم على معامل المجهول اللي هو 2، إذن x تساوي 12. عاد أطلع طول الضلع، إيش راح أقول له؟ راح أقول له هو إيش رايد مني؟ رايد مني BC، أنا أعرف كل الأضلاع متساوية، يعني أي ضلع أطلع هو نفس طول الضلع BC، راح أعوض بأي واحد، راح أقول له BC يساوي AD، أو أقول له BC يساوي AB نفس الشيء. أقول له خمسة الإكس إيش قد طلعتها 12، خمسة في 12 ناقص 17، زين عيني، خمسة في 12 ناقص 17 الناتج 43 سنتيمتر، إذن هذا 43، هذا 43، هذا 43، هذا 43، لأن أنا عرفت أضلاعه متساوية، زين عيني. هسه يريد مني إيجاد محيط المعين، أنا إيش قد طلعت طول الضلع 43، وأنا أعرف المحيط 4 في طول الضلع، راح أضرب 4 في 43 راح يطلع لي محيط يساوي 172 سنتيمتر. هسه نجي على الشكل الأخير اللي هو شبه المنحرف. شنو هو شبه المنحرف؟ شبه المنحرف وهو شكل رباعي مختلف الأطوال، يعني أضلاعه متساوية، فيه ضلعان متوازيان يسمى قاعدتي شبه المنحرف. شوفوا هذا الضلع يوازي هذا الضلع، قاعدتي شبه المنحرف، وآخرين غير متوازيين يسميان ساقي شبه المنحرف، يعني هاي قاعدتين، قاعدة عليا قاعدة سفلى، وهذني شنو؟ هذني ساقي شبه المنحرف. ملاحظات، يقول إذا كان الضلعان غير المتوازيين متساويين، يعني إذا كان هذا وهذا متساويين، إذن أسميه منحرف متساوي الساقين، زين. يقول لي والملاحظة الثانية، إذا كانت إحدى زواياه قوائم، إذن هذا شو أسميه؟ شبه منحرف قائم الزاوية. هسه صار عندي ثلاث أنواع من شبه المنحرف. النوع الأول شبه منحرف مختلف الساقين، يعني هذا سي لا يساوي دي، شبه منحرف متساوي الساقين، هذا الضلع يساوي لهذا الضلع، والشبه منحرف قائم الزاوية اللي تكون بزاوية قائمة. شلون نطلع مساحة شبه المنحرف؟ القانون يقول لي A الأريا المساحة تساوي نص A زائد B في H. الA شنو؟ القاعدة العليا، والB اللي هي شنو؟ القاعدة السفلى، والH اللي هو شنو؟ الارتفاع. نسيت أقولكم أنه هذا هو ارتفاع شبه المنحرف. محيط الشنطة طلع A زائد B زائد C زائد D، راح أجمع أطوال أضلع هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. مثال يقول يجد مساحة شبه المنحرف الذي طولا ضلعين متوازيين فيه، يعني نعطيني القاعدة العليا والقاعدة السفلى الـ A والـ B، 8 سنتيمتر 12 سنتيمتر، وارتفاعه 4 سنتيمتر. أجي أكتب لنا المعطيات، الـ A يشقد 8 سنتيمتر، الـ B 12 سنتيمتر، والـ H الارتفاع يشقد 4 سنتيمتر. أجي أطبق القانون، A تساوي نص A زائد B في H، النص أنزلها، الأي شقد 8، البي شقد 12، والارتفاع شقد 4، 8 زائد 12 أول شيء أجمع بعدين أضرب، لأن الأولوية للأقواس، نص 8 زائد 12 شقد الناتج 20 في 4، راح أختصر، يا أما أختصر ويا 4 يا أما أختصر ويا 20، أنت حر، على 2 بها 1، على 2 بها 2، 2 في 20، إذن مساحة يساوي 40 سنتيمتر. مثال ثاني شي يقول لي، جيت محيط شبه المنحرف متساوي الساقين، يعني هذا يساوي هذا، طول كل منهما 8 سنتيمتر، يعني هذا 8 سنتيمتر وهذا 8 سنتيمتر، وطول قاعدته العليا 5 سنتيمتر، يعني الأي 5 سنتيمتر، وقاعدته السفلى 10 سنتيمتر. المحيط شي يساوي الـ A زائد B زائد C زائد D، الـ B تساوي الـ A يشقد 5 والـ B يشقد 10 والـ C 8 والـ D 8، أجمعهم 8 زائد 8 16، 16 زائد 5 21 زائد 10 31 سنتيمتر. طبعا مبدلتكم هنا بين الـ A والـ B والـ C والـ D، ممكن نبدل كلش عادي، ليش؟ لأن الجمع إبدالي، زين عيني، يطلع لي محيط